إشعار قاله القديس بولس: أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيك. حد الرفاع صوم وصلاة وصدقة. الكنوز، كنوز الأرضية هي الذات. التجربة، التحدي الأساسي هو الذات. ده الابن الضال اللي خلى الولد ده يسيب بيت أبوه ذاته. ده السامرية محبوسة في مرارة صغر النفس. المخلع اللي عايش مع نفسه بيبقى زي المشلول. المولود أعمى، الذات بتعمي الإنسان. حد الشعانين يعرفوا يكسروا ذاتهم. أنا ما أنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الثلاث من الأسبوع الثاني للصوم الكبير، ونبدأ من سفر أيوب تأملاتنا عن أنا ما أنا. كلكم فاكرين أن أيوب مشكلته الأساسية هي الحتة بتاعت الذات. الراجل ده كان صلواته أكتر مننا، أصوامه أكتر مننا، عطاءاته أكتر مننا، لكن زي ما ذكر سفر أيوب كان يعلم في نفسه أنه بار. وحتى الشاب اللي جه في آخر السفر ووبخه قال له: أنت غلطتك أنك شفت نفسك أبر من الله. يعني أنت حسبت نفسك صح بطريقة يعني مبالغ فيها. إذن كانت مصيبته الأساسية حتة الذات. ولما جرب الحياة خدها بإيمان قوي في الأول، لكن بسبب ذاته إيمانه ما احتملش التجربة، فبدأ يتذمر وبدأ يعاتب ربنا وبدأ يشكي وبدأ يغلط في أصحابه. النهاردة النص من أيوب 19 في المرحلة اللي كان فيها خبط ورزع بينه وبين أصحابه. أجاب أيوب وقال: إلى متى تتعبون نفسي؟ هي بقى المشكلة هنا إيه؟ في النفس بقى. وتزعجونني بالكلام. أعلم أن الرب فعل بها كذا، هذه 10 مرات عيرتموني ولم تخجلوا من أن تحزنوني. هم أصحاب الحياة ما كانوش بيعيروا، هم كانوا بيحاولوا يعني يفسروا التجربة. صحيح هم أخطأوا أحيانا في تحليل الموقف، لكن الشخص الحساس قوي بياخد أي كلمة كأنها تعيير، ودي تورينا يعني إيه الذات منتفخة أو الكرامة كبيرة. إن واحد ممكن يكون بيعاتب بأدب وبيقول كلام مش غلط وكلام مقبول، إنما التاني ياخدها ويصعب عليه ويقول لهم: ده أنتوا 10 مرات تعيروني. طب دول بيحبوك، ده ما فيش حد فيهم ما بكاش مع بكاك، دول جم من سفر عشان يعزوك في ولادك وقعدوا جنبك أسبوع يبكوا. يعني ما تنساش يا أيوب الناس دي بتحبك برضه، أنت مش محتمل لهم كلمة، أنت مش مستحمل أي حد يقول حاجة غير اللي في دماغك. يبقى واضح هنا أن المشكلة مشكلة كرامة. طبعا إحنا فين وأيوب فين؟ أيوب تجربته شديدة قوي، بس ربنا بيشيل منه بواقي الذات اللي جواه. كم وكم بالأول إحنا اللي من غير تجارب لسه ذاتنا كبيرة. النهاردة كمان في نفس الإصحاح يبان برضو التعبيرات اللي تورينا الذات دي، لما بيقول: دعوت عبدي فلم يجيبني. مش مستحمل انه ينادي على الخدام بتاعه ما يعبروش، مش مستحمل. وبفمي تضرعت اليه، كرهت امرأتي رائحتي وانتنت عند ابناء احشائي، حتى الصبيان رزلوني اذا قمت يتكلمون علي. صعبان عليه نفسه وبيبكي من حسرته، ومركزه الادبي اتهز، فدي وجعاه قوي ان الناس مش محترماه ومقدراه زي زمان. لا تخلو الحكاية من كرامة وذات مع رجل قديس عظيم زي ايوب. النهاردة كمان نلاقي مثلا في فصل القديس بولس لكورنثوس يقول: من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصد. ايه علاقتها بالذات؟ الشخص اللي عنده انكار نفس متأكد ان ربنا هيكافئه اضعاف ما بيعمل، لانه ناسي نفسه، وبالتالي كل اللي في ايده مش حاجته، فما اسهل عليه ياخد اللي في ايده يديها للناس. كل ما ايده تتملي يبعطرها ويديها للناس. الشخص اللي ذاته تعباه ونفسه غالي عليه زيادة، لما تيجي حاجة في ايده يقفل عليه.
ولو قالوا له العطاء 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 يطلع ايه شحيح نقطة نقطة، ويا عيني تبقى النقطة طالعة من ايده يعني وهو ايه متشكشك وتعبان. اذا العطاء مرتبط بانكار النفس. واحد زي القديس الانبا برام اللي كان مفرط في عطائه ده لانه كان متواضع جدا وكان ما بيفكرش في نفسه ابدا، يقول له طب نعمل بس الا يعد لابونا الاسقف ولا مطرانية شيك كده قدام الزوار والناس، يقول لهم الغلابة اولى. فكرش في نفسه ابدا، فكرش في كرامته، طب هيجي لك ناس اجانب برضه ما تفرقش، المهم الغلبان، المهم ربنا يسوع عاوز ايه. هنا كلما ازددنا انكار لنفسنا كلما سهل علينا العطاء، ويبقى الواحد بيدي بسخاء وبسرور حتى لو ادى كل اللي عنده. انما لما الواحد تبقى نفسه شغلاه زياده وذاته معطله تلاقيه هو بيدي عمال يحسب وعمال يقاوح لانه مش مقتنع قوي انه كل ده هيروح هيرجع مطرحه، مش مصدق لانه طبعا الايمان ضعيف مع واحد ذاته كبيره. عشان كده بقيه الاصحاح يقول ايه، الله قادر ان يزيدكم كل نعمه. انتوا ناسين ان ربنا قادر يزودك كل نعمه حتى تكون لكم كل كفاية كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. الإنسان اللي عنده إنكار نفس عايش بالشعر ده أن ربنا مغرقه ومغطيه وبيديله أكتر جدا من طلباته واحتياجاته عشان يفضل مركز طول الوقت في إيه؟ في العمل الصالح. كل ما نركز في حاجاتنا ومحتاجاتنا كل ما يتعطل العمل الصالح ونزداد كآبة وقلق. كل ما ننشغل بشغل ربنا نلاقي حاجتنا جاية لغاية عندنا من غير ما نفكر ولا نحسب. بس الموضوع عاوز ايه؟ انكار نفس. عاوز الواحد يوقف دماغه ويشغل وصية ربنا في دماغه، وعد ربنا. في نفس اليوم النهاردة نلاقي انه لقائنا مع الشاب الغني. والشاب الغني الحقيقة قصة مفرحة ومحزنة في نفس الوقت. مفرحة ان في شاب غني قد كده حريص على ابديته. النهاردة لما بنشوف الشباب بالذات المرفه نحس ان مش في دماغهم خالص السماء، فاكرين هيعيشوا على الارض على طول وعاوزين يتمتعوا بخير اهليهم وعاوزين يجروا يمين وشمال يعملوا اللي هم عاوزينه، مش واخدين بالهم خالص بالسؤال الخطير بتاع ماذا اعمل لارث الحياة الابدية. لغاية كده 10 على 10 ولد هايل، ولما المسيح له المجد قال له روح احفظ الوصايا، قال له حفظها كلها. برضو شاطر انك عارف الوصايا ومشغول بالسماء وفاهم ان هذا هو الاله الصالح المسيح هو الصالح، يبقى كده قربت من الايمان بلاهوته. قال له طب فاضل حاجة، هي اياها بتاعت كل مرة يعوزك شيء واحد، هي ايه بقى اللي انت فاضل؟ قال له تنكر نفسك شوي. بس قالها له بطريقة تتناسب مع ظروفه، قال له تروح تبيع كل حاجة وتدي للفقراء وتمشي ورايا وإيه للسم. فمضى حزينا. ليه؟ أصله الذات مرتبطة بالمادة إلى حد كبير. الأغنياء بياخدوا كرامتهم من فلوسهم، بياخدوا ثقتهم بذاتهم من إمكانياتهم. فهو الحتة دي معناها خليك إيه من غير أي ذات، من غير كرامة، من غير غنى أرضي، أنت ماشي كويس، أنت ماشي معايا بتطلب السماء وعارف الوصية، خلاص يلا خليك في رجلي على طول هتدخل السماء. لكن أول ما جات من ناحية الفلوس يعني مش هبقى غني؟ طب ده أنا حياتي غني، ده أنا قيمتي في إن أنا غني، عاوز تلغي مني حتة إن أنا أبقى غني؟ ما هو ده إنكار النفس. طبعا مش بالضرورة تتعمل حرفيا، لكن بالضرورة تتعمل روحيا، انك ما تبقاش غني في نظر نفسك او تبقى فقير في نظر نفسك او تبقى عارف ان ثقتك ربنا مش فلوسك. لكن هنا طلبها منه طلب صريح ما قدرش عليه. مضى حزينا مع انه كان متحمس وجاي يجري وركع قدام المسيح وربنا يسوع نظر اليه واحبه لانه يجي منه شاب جميل. لكن اول ما مشي المسيح قال الكلمة اللي تخوف، ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت السماوات. ولما التلاميذ نفسهم مع ان هم فقراء دفعوا عن الاغنياء وقالوا امال مين اللي هيوصل؟ قال لهم ما اعصر دخول المتكلين على اموالهم. اللي بيتكل على الفلوس هو اساسا ده تعبير لاتكاله على ذاته،
لأن هو نسي إن الفلوس دي عطية ربنا، وإن ربنا هو مصدر كل عطية، فهو مش عارف يتكل على ربنا فاتكل على الفلوس. اللي اتكل على الفلوس هو ضمنيا متكل على نفسه، هو شايف نفسه كبيرة، هو شايف ذاته هي إلهه، هي اللي قصاد عينه، مش عارف يتعامل مع الفقير زي ما بيتعامل مع نفسه، مش قادر يشوف إن الفقراء ممكن يسبقوه للسماء. القديس يعقوب مرة قال: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، أما أنتم فأهنتم الفقير. بتوصل بالغني من كتر اعتداده بذاته أنه يتعامل مع الناس من فوق عيون متعالية يكرهها الرب، يقول كده الحكيم، فهو بيبص للناس من فوق لأنه عنده ذات معطلة. لو الواحد أنكر ذاته هيبص للناس باحترام شديد مهما كانوا، وهيقدر الفقير ويحترمه ويعتبره الفقير ده أغنى منه على الأقل بالإيمان، وهو اللي يتمسح ويتمحك في الفقير، يقول ده الفقير ده اللي هيشفع لي عند ربنا، لأنه عارف أنه خلاصه مرتبط بخدمة الناس دول. لكن مش هيبقى باصص أنه مع نفسه ولنفسه ولفلوسه والممتلكاته، فيمضي حزينا، وقد يمضي حزينا من هذا الدهر إلى الدهر الآتي للحزن الأبدي. ما زال موضوعنا أنا ما أنا، محتاجين نصلي كتير ونطلب طول الصوم ربنا يساعدنا على فحص ذواتنا وعلى إنكار ذواتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أنا ما أنا.